كنا طول الوقت بنسمع عن البوليميا. البوليميا دي ده كمرض بيصيب الناس اللي بيبقوا عايزين يتبسطوا قوي، ياكلوا كل اللي هم عايزينه بعدين يحطوا صباحهم في بقهم يرجعوا كل الاكل اللي كلوه ويبقوا مبسوطين قوي، هم حاسين اللي هم اتبسطوا، هم عندهم هسهس التخن، فعشان ما يحسوش ان هم يتخنوا قال ايه يعني ياكلوا اللي هم عايزينه وبعدين يرجعوه تاني كله، فبيصيبوا بمرض اسمه البوليميا. عكس البوليميا بقى قلت لي ايه معلش من شويه، الانوركسيا. أي. الانوركسيا دي اذت ناس كتير جدا وعملت مشاكل لناس كتير جدا ونجوم كتير جدا. النهارده هنتكلم عليها، هنشوف الناس اللي عندهم خوف من التخن قدروا ازاي يمنعوا شهيتهم من الاكل والاضرار اللي ممكن يقعوا فيها. اخبارك ايه؟ كله حل. احكي لي بقى احنا الناس تتخلص ازاي من الامراض، بتبقى هي امراض عندهم في دماغهم، في هسس عندهم في دماغهم بسبب الامراض. انت عارف اصلا ان اغلب الناس اللي عندها المشكله دي هي مش عارفه ان هي مصابه بمرض، ومش عارفه اصلا ان ده مرض من كتر ما هم بيبقى عندهم شكل معين او حاجه معينه هم عايزين يوصلوا لها، فبيعملوا اي حاجه حتى لو كانت الحاجه دي غلط، ف بيجي بيهم المطاف ان هم بيبتدي يحصل لهم كومبليكيشنز او مشاكل صحيه. خلينا نعرف الانوركسيا هي ايه. الانوركسيا ايه الفرق ما بين الانوركسيا والبوليميا؟ البوليميا بياكل كتير قوي بعدين بيحس بالذنب فيقوم مرجع، لكن الانوركسيا هو اصلا بيبقى عنده، هو تعريف المرض كده اسمه فقدان الشهيه العصبي. حلو. هو اضطراب من اضطرابات الاكل، انا عايز اوصل لشيء معين، شايف نفسي في شكل معين، خايف ان انا اتخن، ما بلاقيش نفسي اصلا باكل من كتر ما انا حاطط ستريس او لود عليا، فباجي مثلا اكل تفاحه في اليوم احس بالذنب. انا كده كده حاسس بالذنب ان انا باكل، لان انا عندي معتقد اصلا ان الاكل اللي انا باكله ده هو اللي هيتخني، فانا عايز افضل في الشيب ده، فبتبتدي علاقتي بالاكل تبوظ، فيبقى عندي مشاكل اصلا في ريليشن شيب بتاعتي الفود، ودي محتاجه ثيرابيست او هيلث كوتش يعالجني بيها. يعني دكتور نفساني؟ لا مش دكتور نفساني. احنا دلوقتي كنيوتريشنست عندنا ديبارتمنت اسمه هيلث كوتشنج، اللي هو بيخليك تتعامل تحب الاكل ازاي. هيلث كوتشنج اللي هو مدرب صحه عامه، مش مجرد ان هو بيعمل لك نيوتريشن بلان يقول لك هتاكل ايه ولا ما تاكلش ايه، يعالج لك الامراض دي. بيبقى عامل زي لايف كوتش كده. ايوه، بس ياكل ايه، يعمل ايه، بلاش تروح في السكه دي، بلاش حاجه تسيطر عليك. صح. بلاش تبقى في حاجات من الحاجات الحساسه دي تسيطر على 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 شخصيتك. خوف. هو خوف ايموشنز جايه، انا مش عايز اكل، فما بستفدش بكل النيوترينتس اللي موجوده في الاكل، وكمان بيحصل لي مشاكل صحيه. خلينا نقول برضو هي ايه الاسباب، لان الناس مش عارفه هو انا ايه اللي ممكن يوصلني ان انا يكون عندي انوركسيا. العلماء بقى بتوع النفس درسوا بقى الشخصيات وقال لك انه في حاجات بتبقى تاثير المجتمع والناس علينا، وفي حاجات بتبقى جايه من عندنا احنا شخصيا. الناس اللي هي مش بيبقى عندها ثقه في نفسها لاي سبب من الاسباب، الناس اصلا اللي بتقيم قيمتها بشكل جسمها الخارجي او مظهرها عامل ازاي. صح. الناس اللي بتبقى عدت بترومز مثلا نتيجه انه علاقات معينه كان فيها طرف دايما بيعمل بولينج او زي بينتقد شكل معين او مقارنه معينه، الاهالي من واحنا صغيرين مثلا، التنمر. يعني التنمر ممكن يوصل طبعا الشخصيه اللي هو يبقى فاقد الثقه في نفسه. صح. فيبدا يتصرف بالتصرفات دي. صح. او الناس البرفكشنست. ننصح الناس بايه؟ ننصح الناس ان هي اولا الناس اللي عندها الاعراض دي لازم تروح لثيرابيست او حد متخصص في المشاكل بتاعه اضطرابات الطعام. هي. جنب ان هو يبقى معاه نيوتريشنست، النيوتريشنست بيحاول حد بتاع تغذيه يعمل له نظام غذائي كويس، يحببه في الاكل، يشوف هو بيحب بالزبط. ايه وما بيحبش ايه، ويبتدي يعمل له الدايت بتاعه مناسب على اللي هو بيحبه، فهيبتدي يحب الاكل وهياكل، مش هيخاف من الاكل، هيلاقي نفسه بياكل ووصل للوزن اللي هو عايزه او حتى ما بيزيدش، فهيبتدي يطمن وهيعيش زي البني ادمين عادي. بالظبط. الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عناصر غذائيه رئيسيه لازم تخش جسمنا كل يوم. الكربوهيدراتس عشان الطاقه، اللي هو العيش والرز والمكرونه والبطاطس عشان الطاقه، يولد طاقه عشان نعرف نعيش ونتعايش على مدار اليوم. البروتين عشان النمو، الفيتامينز والمعادن اللي موجوده في الفاكهه والسلطه، الميه مهمه جدا للجسم. من فضلكم لو سمحتوا لازم تمشوا على نظام الفطار الملك، الغداء الأمير، العشاء الفقير. لو قدرنا ان احنا نعمل نظام على مدار اليوم عمركم ما هتتخنوا.
كل 3 ساعات أو كل ساعتين ونص لو كنا شوية أكل صغيرين فيهم عناصر غذائية رئيسية هيحصل الميتابوليزم أو الحرق هيبقى عالي، صح. مش هيحصل إن شاء الله زيادة وزن أبداً، بس المهم إن إحنا ناخد كل العناصر اللي جسمنا محتاجه، صح كده؟ صح، أهم حاجة احتياجي. الله يكرمك، نورتينا وشرفتينا. حبيبي شكراً جزيلاً.